ما نراه واقعا إلا أن هناك واقعا أكثر جودة بكتير، أكثر إشراقا، بل أقدر أقول لك أن الواقع اللي هكلمك عنه هو الإشراق بحد ذاته. سينا اللي كانت منسية لعقود مش لسنين، عقود. سينا النهاردة هي بؤرة الاهتمام وبؤرة الحدث وبؤرة التنمية. الواقع هو اللي بيقول كده، الواقع هو اللي بيقول انه التنمية في سينا شغالة الحمد لله والشكر لله بلا اي توقف. التنمية على صعيد القطاع الزراعي، على صعيد القطاع الصناعي، على صعيد التنمية العمرانية، على صعيد المدارس، على صعيد المستشفيات، على صعيد قصور وبيوت الثقافة، مراكز الشباب الى اخره. وده شيء مهم جدا الى ابعد الحدود، مهم للاقتصاد، مهم للمجتمع، مهم لاهالينا نفسينا، مهم لمصر بالكامل، مهم للامن القومي. طيب خليني هنا اخد معايا على التليفون استاذ علاء اجمعيان، الخبير الاقتصادي وعضو المكتب الفني بمجلس القبائل والعائلات المصريه. اهلا بيك يا فندم. اهلا اهلا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ ازي الصحة؟ كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك بالصحة والسلامة وعام جديد وعام سعيد ان شاء الله، ويكون 2024 احسن وافضل من 2023. اللهم امين. وتنتهي في المأساة الانسانية على ارض غزة. والله لان احنا بصراحة يعني بنتمنى من الله ان احنا ينتهي هذا العام ويكون هناك حل جذري لما يحدث على ارض غزة. وزي ما بنقول دايما تحديدا عندنا في مصر، ولنا لديهم عائلات ونسب وأصهار، يعني دول أهالينا حقيقة. في طبعا هناك طبعا ترابط عائلي وأسري بين الجنبين طبعا، وده مش هننكره، ده حاجة على مر التاريخ. لكن طبعا بخصوص الموضوع بتاع النهاردة اللي حضرتك بتتكلم عليه، أن مصر بتحول حلم التنمية في سيناء إلى واقع صحيح حقيقي على الأرض، ده إحنا بنشهده. وكان من الحاجات الجميلة ان طبعا ان كتير جدا من المراسلين والاعلاميين على مستوى العالم توافدوا الى ارض سيناء في الفتره الاخيره طبقا لاحداث غزه يعني، فشهدوا دوت التنميه الحقيقيه يعني وبداوا يتكلموا عنها. انا هدخل مع حضرتك في الموضوع على طول. فضل. التنميه في سيناء كانت حاجه شبه مستحيله خلال العشر سنين اللي فاتوا، لكن المستحيل ده اتحقق لان في اراده سياسيه عايزه تحقق دوت، في شعب عايز يخلي سيناء في مكان ثاني، عايزين نستفيد من سينا، من ثروات سينا. طيب كانت الدولة المصرية عندها إدراك مهم جدا، ألا وهو تحقيق الأمن على أرض سيناء. أنا عشان أوصل لكلمة أجيب استثمارات لسينا لازم أحقق الأول إيه؟ الأمن. الأمن. فطبعا الانتشار الأمني الكثيف سواء من القوات المسلحة المصرية أو من الشرطة المدنية بالتعاون طبعا مع اتحاد قبائل سيناء، وكل الشكر والتقدير لأبناء سيناء واتحاد قبائل سيناء برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، كان ليه أثر كبير جدا على الواقع في تحقيق الأمن على أرض سيناء. أنا مش هخص سيناء شمال سيناء بس، لأن هتكلم عن وسط وشمال، لأن كانت الجزء ده تحديدا صح. هو كان الجزء المستبعد عن أي عمليات تنمية قبل صح. 2010 تمام؟ معاك. إحنا عشان نبدأ حققنا الأمن على أرض سيناء والحمد لله، وكان الانطلاقة الحقيقية في 25 إبريل في احتفالات تحرير سيناء، إن إحنا بنقول عادت سيناء مرة أخرى الى الام والى الحض مصر. احتفلنا بعيد تحرير سيناء، كان في خلال الفتره ديت الدوله المصريه بتنفق ملايين من الجنيهات على محطات المياه المحلاه، على الابار، على الطرق، على قطاع الصحه، على قطاع التعليم، على قطاع المواصلات والنقل، على قطاعات كثيره جدا وعلى قطاع الثقافه. هنبداها من الاول كده ونيجي من عند الانفاق، ده اول قطاع، قطاع الطرق والنقل والمواصلات. قطاع الانفاق الدوله المصريه عملت اربع انفاق جديده. بدانا نخش بقى على الطرق بتاعت وسط سيناء لحد ما نوصل للعريش، ومن العريش للشيخ زويد، ومن الشيخ زويد لرفح، عشان في هناك مدينه جديده اسمها مدينه رفح الجديده. صح. بدانا نخش بقى على ان احنا نبدا ازاي نحقق التنميه الحقيقيه في نكمل النقل والمواصلات بس بشكل بقى اكبر ومفهوم اكبر، الا وهو عن طريق محورين. محور السكه الحديد اللي هينطلق من الاسماعيليه الى بئر العبد الى الحسنه الى رفح، وبعد كده عندك ميناء العريش الدوليه. انا طبعا كنت في العريش اليومين اللي فاتوا، وفي خط سكه حديد اللي هيطلع من طابه للعريش. تمام يا فندم بالعرض. تمام. فاحنا طبعا احنا دلوقتي لما انا رحت الميناء العريش خلال اليومين اللي فاتوا طبعا اتغير الوضع تماما
عن قبل احداث غزه. ليه بقى؟ احنا كنا بنستقبل بخر او اثنين، دلوقتي باخرات كثيره جدا، وبدات عمليه التطوير والتنميه على ميناء العريش الدولي ليصبح من اهم مواني العالم على الاطلاق، ميناء العريش الدولي. والعديد من الشاحنات دلوقتي بتيجي وتوصل وتنزل على ميناء العريش الدولي. طيب لولا ان الدوله المصريه كانت سابقه الزمن بفتره كبيره في ان هي ترفع كفاءه الطرق، كانت الشاحنات اللي بتوصل دي هتوصل ازاي؟ ميناء العريش الدولي لو ما رفعناش كفاءته قبل الاحداث دي كان هيستقبل الطائرات والمساعدات اللي جايه لاهالينا في غزه ازاي؟ طبعا هناك في كتيبه من البشر من جميع الجهات ومن جميع الهيئات والكيانات موجوده على الارض العريش دلوقتي بتتعامل. طيب ده قطاع الامن كان مهم جدا، قطاع النقل والمواصلات كان مهم جدا، هنخش على قطاع التعليم. في 2005 كان عندنا جامعه سينا واتعمل لها فرع جديد عن القنطره. أيوة. جينا في 2016 اصدر السيد رئيس الجمهوريه قرار بانشاء جامعه العريش. جامعه العريش دلوقتي جامعه كبيره جدا بتضاهي جامعه عين شمس وجامعه القاهره، وبتستقبل طلاب من جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه، ولها تنسيق خاص وتنسيق محترم. طيب الجامعه دلوقتي فيها كليات كتيره جدا، اخرها كليه الطب البشري. هنخش على قطاع الثروه المعدنيه. بدانا دلوقتي ننظر الى الثروه المعدنيه والرمال اللي موجوده على ارض سيناء وازاي نستفيد منها. ابو زنيمه؟ اتفضل. ده في منطقه ابو زنيمه مش كده؟ ايوه يا فندم. سيناء في منطقه ابو زنيمه، وفي مناطق اخرى في وسط سيناء بيبدا ايه؟ نحن استاذ علاء معاك. ايوه انا معاك. اصل انا قعدت قريت لفتره طويله جدا على منطقه ابو زنيمه، يعني ده وكان ربنا سبحانه وتعالى يعني ادالنا مناجم في ابو زنيمه نغرف منها، بس احسان الاستخدام. اصل احنا زمان كنا بنصدر خام لحد ما جه الريس قال ما فيش حاجه اسمها تصدير مواد خام، نبدا احنا نشغل حاجتنا ونستفيد من ثرواتنا. صح والله. ما بدانا ان احنا نشتغل على الارض فعلا. والدوله المصريه فاكر في المرة اللي فاتت لما كان في مداخلة مع حضرتك، المرة اللي فاتت قلت لحضرتك ان احنا قربنا نوصل لتريليون جنيه انفاق على في سيناء من الدولة المصرية عشان بعد كده نجني الثمار اللي احنا بنصرفه دلوقتي، هنبني نجني ثمار. فبدأنا محطات تحلية مياه البحر بحوالي 5-6 محطات. طيب انا بنشأ محطات المياه المحلاة دي ليه؟ عشان انا هيبقى في عندي مجتمعات كتيرة طبعا، مجتمعات قادمة موجودة. انشاء المجتمعات البدويه الجديده وحفر ابار بملايين الجنيهات نفذتها محافظه شمال سيناء دوت، ده كله عشان انا عايز استقطب واجيب ملايين من ابناء الوادي من الناحيه الثانيه يجوا الى شرق القناه. حياتك ادرى مني يا استاذ علاء، يعني احنا بنعمل الحاجتين، انا بحافظ على البناء الاجتماعي والهويه الاجتماعيه بتاعت اهالينا في سيناء بالمجتمعات البدويه اللي بنطورها وبنخليها محافظه على شكلها وعاداتها وتقاليدها واساليبها وما الى ذلك، وفي نفس الوقت بعمل المجتمعات العمرانيه الحضريه، يعني انا بعمل ده وبعمل ده. يعني انا عندي حضرتك خط قطع. لا انا معاك. معاك يا فندم. انا احنا تعقيبا على كلام حضرتك، في مدن جديده طبعا اتعملت، اولها كانت مدينه سلام، اول ما تخش الناحيه الثانيه وتعدي قناه السويس بتلاقي مدينه سلام. مدينه سلام الجديده ديت اصدرت بقرار رئيس الجمهوريه لسنه 2019، ودي مساحتها حوالي 22,000 فدان، ودي يعني نموذج جميل جدا من النماذج المدن الحديثه المتطوره. مدينه بير العبد الجديده، مدينة رفح الجديدة، ودي كان أصدر بها السيد رئيس الجمهورية قرار في عام 2015 تحديدا يعني، وطبعا المزار الاستكمال في عملية البناء مستمر. طيب احنا لما جينا نطور المشاريع ديت، هل احنا ضيعنا التراث بتاعنا أو ضيعنا الهوية بتاعتنا؟ بالعكس، ده كل المباني على أرض سيناء كانت بتهدف إلى الحفاظ على الهوية السيناوية، على التراث السيناوي، لأن أنا بستهدف بعد كده سياحة. ده اللي احنا رايحين له ان شاء الله بعد ما احداث غزه طبعا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله رب العالمين تنتهي على الخير باذن الله لما فيه مصلحه اهالينا في فلسطين. انا بشكرك جدا 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 يا استاذ علاء، نورتني وشرفتني كما جرت العاده. استاذ علاء اجمعيان الخبير الاقتصادي وعضو المكتب الفني بمجلس القبائل والعائلات المصريه.